سؤال سائل يقول: نخاف من أخذ تطعيم فيروس كورونا نظرا لحدوث تعب شديد لبعض أقاربنا ولاحتمالية عدم وجود نساء لإعطاء اللقاح لمحارمنا. في شخص بيعمل في مستشفى حكومي، هل له دفع مقابل مادي لأخذ شهادة التطعيم أم لا؟ الذي يظهر لنا يا رعاك الله، لا نرى لك أن تلجأ إلى الرشوة والتزوير في غير ضرورة ملجأ. ما ذكرته لا يرقى إلى مستوى الضرورة التي ترخص لك في الكذب والتزوير. الخوف من التلقيح متوهم، وكل من نعرف من الأطباء من حولنا أخذ هذا التطعيم وهو مطمئن إليه. وعدم وجود نساء عند تطعيم نسائك أو محارمك لا يسوغ التزوير والكذب لدفع، فإن تطعيم الرجل للمرأة إذا لم توجد امرأة تطعمها من مواضع الرخصة، جاء في قرار المجمع الفقهي في منظمة المؤتمر الإسلامي: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، فإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك خير لهم. وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلع.